لانه الشيء المناصر الجزائري ما يختخيلهاش في العقل انه نخرجوا بالطريقه هذه وكيفاش بهذه النتيجه تاع اليوم بالاداء خاصه ثاني تاع اليوم. يعني احنا كنا ننتظر قبل اللقاء تكلمنا قلنا نظن يعني قلنا بالتشكيله هذه ممكن راح نسترجع قوانا اخي كما يقولوا بالدرجه بالردر وبنا سليمه، يعني ما كانش ما لقيناش يعني المنتخب تاعنا